نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين سعوديين قولهما إن السلطات في الرياض تعد وثائق تمهيدا لإعلان مرتقب باتهامات فساد ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف المعتقل منذ مارس آذار الماضي. ورجح أحد المصدرين وقوف السلطات السعودية وراء آلاف التغريدات التي يطلقها مغردون سعوديون ضد بن نايف بهدف التأثير على الرأي العام قبل الإعلان المرتقب عن الاتهامات. حرب بعيدة عن أروقة المحاكم تدار في غرف مقربة من محيط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. على مواقع التواصل الاجتماعي حملة استباقية برعاية رسمية ضد محمد بن نايف ولي العهد السابق في المملكة ومساعده سعد الجبري. وفق رويترز، آلاف التغريدات التي تحمل توقيع دوائر مقربة من صناع القرار في الرياض حملت اتهامات بالفساد وتشهير بمحمد بن نايف الذي أطاح به ابن عمه الأمير محمد بن سلمان في انقلاب أبيض هز أركان النظام السعودي عام 2017. حملة غير مسبوقة ضد محمد بن نايف الذي يوصف بمهندس الحرب على الإرهاب في المملكة تأتي في سياق التمهيد لملاحقة الرجل قضائيا في مزاعم تتعلق بتبديد مخصصات مالية بملايين الدولارات عندما كان على رأس وزارة الداخلية وفق الرواية السعودية الرسمية. هي معركة كسر عظام مبكرة في أعلى هرم منظومة الحكم السعودية، شعارها إزاحة أي منافس محتمل لمحمد بن سلمان على العرش، ووقودها محاكمات افتراضية على تويتر. وجوه مقربة بل محسوبة على الأمير محمد بن سلمان أعادت نشر مئات التغريدات على تويتر، والتي تستهدف قطع الطريق أمام محمد بن نايف عبر حرق كل أوراقه في المشهد تحسبا لأي سيناريو غير متوقع في طريق خلافة ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان لوالده. محمد بن سلمان الذي يراهن على نفس إضافي من ترامب يسابق الزمن قبل موعد السباق نحو البيت الأبيض لتصفية كل الوجوه التي يشتم فيها رائحة المعارضة لما يطبخ في دهاليز أسرة آل سعود الحاكمة من انقلابات ناعمة بشعارات براقة. ينضم إلينا من دبلن الناشط السعودي عبد العزيز المؤيد، أهلا وسهلا بك معنا في العربي. لماذا برأيك ما زال يشكل محمد بن نايف تهديدا للأمير محمد بن سلمان؟ أهلا وسهلا فيك، صباح الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. كبداية أنا أتصور الأستاذ سعد الجبري له علاقة بالموضوع. السلطات السعودية تحاول أن تحيك قضية تبدو قضائيا سليمة إجرائيا سليمة لتطالب بتسليمه، فهذا أتصور الجزء كبير من الموضوع مما يحرك دوافع بن سلمان. أيضا يجب أن نلاحظ هنا أن المشكلة، أو خلينا نوصف اللي حاصل، يعني هم رجل يخافون منه أو يرون فيه تهديد، فالسعودية أخذت عدة إجراءات، أولا التشويه والحملة الإعلام الإلكتروني، ثم أيضا قاموا باعتقال ابنه وبنته كوسيلة للتهديد. يعني تركي الحمد يصف هذا، يقول هي أعمال مافيا. المشكلة في النظام السعودي، الرواية التي يقولها النظام السعودي الآن ومن هم حوله بأن النظام السعودي قبل محمد بن سلمان كان نظام فاسد ويوجد فيه الكثير من الثغرات، وعبر الرتز ثم هذه الحادثة هو تأكيد على هذه الرواية، وأن محمد بن سلمان هو المنقذ، بينما الواقع يقول أن ما يحدث هو، يعني نعم هناك مشكلة مالية وهناك مشكلة أكبر في تعذيب وقتل، لكن الذي يحدث الآن في وقت محمد بن سلمان وهذه المحاكمات هي محاكمات سياسية وليست محاكمات لتطهير الدولة من الفساد، لأن محمد بن سلمان يمارس ما مارسوه من قبله، ومن مارسوه هم مارسوه بغطاء قانوني في ملكية مطلقة الملك. يعني هذا ما قاله الرواية التي أتت من أبناء الجبري، أنه هناك أيضا ما يقول أستاذ المؤيد بأنه محمد بن نايف ما زال يشكل تهديد للنظام السعودي بسبب تبعية بعض من قوى الأمن لديه، علاقاته بالمخابرات الأجنبية، وأيضا ولاء كثير من المحافظين الذين حاول أيضا بن سلمان التخلص منهم إليه. هل برأيك هذه الأسباب كافية لتشكيل هذا التهديد بالنسبة للأمير محمد بن سلمان؟
طبعا أنا أتصور محمد بن سلمان يعوض الكثير من الضعف الذي يحس به بالعنف في التعامل سواء مع المجتمع أو مع الشخصيات في الأسرة الحاكمة. ومحمد بن سلمان خير من اكتشف أن النظام الملكي المطلق هو نظام هش، فهو وصل للسلطة يعني رجل كان في البداية طامح للمال ليس أكثر من ذلك، وجد أصلا نظام مهشم وليس فيه أي نوع، يعني بسهولة استطاع أن يتسلق بقليل من العنف. فكما هو فعل ذلك يعرف أن غيره يستطيع أن يفعله. أيضا عدم التخطيط الاستراتيجي والخبرة التي لمحمد بن سلمان في المشاكل التي الآن موجودة بينه وبين الأنظمة التي كانت تدعم النظام السعودي تاريخيا مثل النظام الأمريكي والمجتمع الدولي بشكل عام، محمد بن سلمان لم يستطع أن يدير هذه الملفات ويبقيها بشكل يعني محمد بن سلمان لا يشكل نقطة استقرار، فهو يخاف على نفسه وهو يحمي نفسه. أكيد الشعب ليس له سلطة ولم يضعه في هذا المكان، طيب. والشعب يرفض ما يقوم به، هذا يعني كأنه صراع بين تجار. فهو محمد بن سلمان نعم يحركه الخوف، فهو يخاف ليس فقط من محمد بن نايف بل من أي شخصية في الأسرة قد يرى نعم. فيها المجتمع الدولي ما يحركه. صحف وإذا تسمحي لي غربية بنقطة أستاذ المؤيد بس تحدثت عن هذه القضية، منها طبعا صحيفة الواشنطن بوست التي ذكرت بأن لجنة مكافحة الفساد تعد ملفا لمحمد بن نايف باختلاس 15 مليار دولار. ولكن تقول الصحيفة أيضا عندما اطلعت على بعض الوثائق اكتشفت بعدم صحة هذه الاتهامات. هل برأيك الاهتمام الغربي لتغطية هذه القضية قد يغير من مسارها؟ طبعا خليني بس أكمل هنا النقطة، أن محمد بن سلمان يؤمن بما قاله ترامب أنه لن يبقى في الحكم أكثر من أسبوعين بدون دعم ترامب، هذا ما يؤمن فيه، فلذلك يتصرف بشكل خائف. الآن نفس الجريدة تكلمت عن فساد محمد بن سلمان بس لنكون واضحين، وتكلمت عن صفقات يقوم بها يعني ملايين الدولارات تؤخذ عن طريق صفقات فاسدة وعن طريق تسلطه على سوق المال. وكل من يعيش في السعودية ويعمل يعرف أن الأمراء منذ عهد الملك عبد العزيز هم لهم يد عليا في التجارة وفي تمرير الصفقات سواء كانت مع الغرب أو سواء كانت في الداخل باستفادتهم الشخصية. نعم. فنعم التوجيه النظر الذي يحدث على السعودية، السعودية هي تمثل مصدر دخل رخيص، هي عقود توقع بدون برلمان، فهي سهلة للدبلوماسي الغربي للسياسي الغربي أن يستفيد منها لتحسين وضعه السياسي نعم. كوظائف نعم. دخل للدولة. ولكن مع الفضائح التي تحدث نعم هناك صعوبة على محمد بن سلمان، وهو لذلك يأخذ هذه المواقف الغير محسوبة والعنيفة. شكرا لك عبد العزيز المؤيد الناشط السعودي، كنت معنا من دبلن.